يلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل خير، عيدكم مبارك. خلص رمضان وجه العيد، ونفرح مع بعض في العيد، وهي يعني أيام استثنائية. أسأل الله العظيم أنه يرفع الهم والغم والكرب والبلاء والمرض عن مصر وعن أمتنا العربية والإسلامية وعن سائر بلاد العالم، ونرجع تاني إن شاء الله لحياتنا الطبيعية قريبا جدا بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه، أو كما قال النبي. اسمحوا لنا في لقاء من لقاءاتنا الجميلة وبرنامج العيد فرحة، وأول يوم العيد يكون معانا النهاردة كوكبة من أجمل وأفضل ونقول أشرف ولادنا الجمال اللي ختموا القرآن هذا العام. عشان كده كان واجب إن احنا نفرح معاهم ونحتفل معاهم بالعيد النهاردة، نكرمهم ونتشرف بيهم. يكون معانا النهاردة من أكاديمية دار القرآن بقرية الشكر بقفر شكر قليوبية، أكاديمية دار القرآن، معانا مجموعة من الأولاد الجمال، ومعايا من ضيوفي الأعزاء اللي هيشاركوني في اللقاء الطيب الجميل النهاردة فضيلة الشيخ محمود جودة الحلواني، مدير أكاديمية دار القرآن ومعلم المعلم مصر كلها، فضيلة الشيخ إسماعيل عبد السميع مكوك التعليم بطريقة نور البيان. أهلا وسهلا بكم، أسعد بكم في اللقاء النهاردة. نفرح مع أولادنا النهاردة كلهم. أعزائي المشاهدين، لما نقول أولاد 11 سنة و 12 سنة ختم القرآن، يبقى لازم نفرح ونقول أنه كان في جهد كبير اتبذل، وكان في فرق عمل اشتغلت عشان الأولاد ديت تقدر في السن ده تجتهد إن شاء الله وتوصل للمستوى ده. هل يا ترى حفظ القرآن وهم مضغوط عليهم؟ هل يا ترى اتحرموا من طفولتهم؟ هل يا ترى كانوا بيستمتعوا؟ كلام كتير هنعرفه وهنشاهده في الحلقة دي، نفرح معاهم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تعرفي نفسك؟ محمود. أهلا بك، يعرفي نفسك؟ فرحة منية. أهلا يا فرحة، ربنا يحفظك ويجعل أيامك كلها فرحة يا فرحة. تفضلي عرفي نفسك. روان أحمد. روان، أهلا وسهلا يا روان. روان محمد. روان محمد. رؤى السيد. انتوا الاربعة بحرف الراء، ما شاء الله، جيتوا جنب بعض، ما شاء الله. اتعرف بحضرتك؟ عمر محمود. عمر، انت اكبر واحد فيهم عمر؟ انت في سنة كام السنة دي؟ واحد اولى اعدادي. ما شاء الله تبارك الله، اولى اعدادي، ربنا يحفظكم. طب مين فيكم اللي ختم الاول؟ كلكم ختمتوا مع بعض. ها؟ ما شاء الله عليكم. طيب انا الاول احب ابدا بالقرآن قبل ما اتوجه بالكلام لاي احد. فضل الشيخ محمود الاول نبدا بالقرآن ونسمع صوت جميل كده وطيب من ولادنا كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نبدا بروان احمد. بسم الله، اتفضلي يا روان. سوره الرحمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم على مهلك، على مهلك. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر على هذا الصوت الطيب الجميل. قلت لي اسمك إيه؟ روان. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. أنا حستأذن فضيلة الشيخ محمود حدردش مع روان وبدأت بالقرآن الطيب ده، أسألها بس كم سؤال لأن هي أسلجت صدر الحقيقة. ما شاء الله تبارك الله. قولي لي يا دكتورة روان، أنت عندك كم سنة السنة دي؟ 11 سنة. ما شاء الله، في سنة كم بقى؟ دخلة. أنا مش سامع، أنا مش سامعك، علي صوتك. أولى إعدادي. راح الصف الأول الإعدادي، كنت في سنة 6. الحمد لله نجحنا ولا لسه النتيجة ما طلعتش؟ لسه ان شاء الله ناجحه باذن الله، ربنا يحفظك. اللي قلبه مليان قران كده ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمه. قولي لي مين بقى يا روان اللي ساعدك، بس عايزك تعلي صوتك، مين اللي ساعدك في انك توصلي للمستوى دوت وتختم القران؟ مين اللي كانوا شركاء معاك في نقطه النجاح دي؟ بابا وماما. باباكي ومامتك. طيب في حد تاني؟ وجد وتيتا وعمتي وخالتي كلهم. كل اللي كانوا في البيت بيساعدوكي. طب ودار القران ما ساعدتكيش؟ ساعدوني الابلاط. طيب خدي المايك ده، طلعي المايك ده، امسكيه في ايديكي كده بالراحه كده. بسم الله. ايوه على مالك. طيب ايوه قربي الميكروفون. انا عايز بقى الرساله دي توصل لبابا وماما وسته وجده وخالته، توصل لهم رساله شكر منك، تحب تقولي لهم ايه؟ اقول لهم شكرا اللي انتوا ساعدتوني في اللي انا اختم القران. وتقولي لهم، قولي لهم حاجه تانية كمان، عايزه تقولي لهم كده رساله حب، تقولي لهم ايه لبابا وماما؟ اقول لهم اللي انا بحبكم عشان خلتوني اللي انا اوصل اللي انا اختم القران. هم كمان بيحبوكي قوي يا روان، ربنا يحفظك ويبارك فيكي وفيهم، واحنا بنضم صوتنا لصوتك وبنقول لهم يا اجمل وافضل اب وام في الدنيا كلها، ياللي وقفتوا مع اولادكم عشان يتشرفوا بالقران ويبقى القران يعني في قلوبهم كده ان شاء الله. انا بشكرك يا روان. خلي الميكروفون معاكي. فضيلة الشيخ محمود المشرف العام للقرآن بأكاديمية دار القرآن، بالشكر بكفر شكر، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا دكتور، وعيدك مبارك. والظروف الاستثنائية اللي احنا فيها خلتنا الحقيقة الثلاث أربع شهور اللي فاتوا نقوم بأدوار مختلفة شوية ونمارس حياتنا بشكل شوية مختلف، فكان في قرار صائب من القائمين والجهات المعنية في البلد بأن احنا نعطل العملية التعليمية ونأجل الموضوع. كان في طبعا كلام في الفترة اللي فاتت بأنه بين مؤيد ومعارض، ولكن أعتقد أنه حضرتك بتضم صوتي لصوت حضرتك بأنه كان من القرارات الجميلة الصائبة أن احنا نحوش ولادنا من النزول والتعرض للمخاطر، وانه قرار تاجيل العمليه التعليميه ده قرار صائب. هل حضرتك قدرتوا تتواصلوا مع الاولاد في البيوت او عملتوا اي نظام تقدر تحافظ بيه على المستوى اللي كانت فيه الاولاد؟ والله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا بشكر قناه الصحه والجمال اللي استضافتنا في اليوم الجميل ده، ان شاء الله جزاهم الله خيرا. يعني بفضل الله، يعني القرار لما الدوله قالت كده بفضل الله ابتدينا نتواصل مع بعض المعلمات ونمشي بالقرار ونقول لهم ان احنا عاوزين نمارس العمل، ونبدا نتواصل ان لو كل معلمه اثنين ثلاثه بحيث اللي هو ما ينسوش ويراجعوا. بفضل الله يعني شغالين دلوقتي. يعني كلام طيب، واتمنى ان شاء الله الاستمرار في الموضوع دوت لغايه لما ربنا يرفع عننا الموضوع دوت والقياده السياسيه تعيد لينا القدرة على التواصل مع أولادنا تاني. فضلت الشيخ إسماعيل، وإنت أستاذنا والدينامو والمحرك للعملية التعليمية بعد الأفاضل وبعد الأكابر أساتذتنا الكبار في موضوع الطريقة البغدادية وطريقة نور البيان وطريقة نور القرآن، بقول لحضرتك إنه إيه السر في هذا الأسلوب وهذه الطريقة، وقد ايه كنتم متعاونين مع الدوله ومع قطاع التعليم في مصر؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كما ذكرنا دائما من خلال هذه القناه المباركه ان احنا عوده للكتاتيب المصريه القديمه باسلوب حديث. يعني المتبع الان في دور القران والحضانات واللي طبقته التربيه والتعليم مؤخرا باسم القرائيه هو عودة للكتاب المصري القديم بأسلوب حديث. نعم. ففي قاعدة من 600 سنة اسمها البغدادية كانت لغير الناطقين بالعربية أصلا،
بتقول ان كل حرف له 20 صوت، اللي هي الفونكس او الفوناتكس او الساوندز. فبالتالي الطفل لو درسها من 3 سنين، واولادنا النهارده كانوا معانا في الحضانه من سن 3 سنوات. الاولاد ما شاء الله بدايتهم معانا من 3 سنين، ومعظم حضانات مصر بفضل الله كده. قدر الطفل يحقق ختم التلاوه في عمر 5 سنين او 6 سنين قبل ما يدخل المدرسه، والنهارده البشرى ان هم ختموا القران حفظا. يعني الفكره لعل القائمين عليها فضيله الشيخ طارق السعيد، الشيخ عصام يوسف، لهم نيه في هذا العمل، ولعل بركه القران هي السر الانتشار. ويمكن بنزف للمسلمين النهارده البشرى ان لا تكاد تخلو دوله الان من نور البيان، من فتح الرحمن، من منه الرحمن، فهي عوده للكتاتيب باسلوب حديث. هرجع لحضرتك تاني فضيله الشيخ اسماعيل، تقول لي برضو تاني ايه سر القوه؟ الاولادنا بتستفيد ايه؟ العمليه التعليميه او البدايات التمهيلي عندنا بينالوا ايه، او المرحله الابتدائيه بينالها ايه؟ هرجع لحضرتك في الموضوع ده تاني، بس نسمع تاني صوت من اصوات القران. اخد المره دي بقى البطل الوحيد اللي جاي مع ست بنات النهارده بقى، عامل زي ديك البراري زي ما بيقولوا. بس احنا ما عندناش كده، احنا عندنا البنات على يعني مفضلات عندنا، يعني احنا ما شاء الله ست اميرات صغيرات بنقول عليهم ان شاء الله مستقبل مصر الجميل الرائع الطيب، ويكونوا معلمات ويكونوا امهات فضليات باذن الله بقرانهم الجميل، ويربوا لنا ويطلعوا لنا اولاد بتحب مصر، بتحب بلدها، بتحب دينها ان شاء الله باذن الله، ولا ايه؟ مش كده؟ ان شاء الله. طيب فضيله الشيخ محمود، نسمع ايه من عمر؟ نسمع عمر ان شاء الله من اول سورته. اتفضل يا عمر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. صدق الله العظيم. ولي فيها مآرب أخرى. هرجع لك تاني عشان نشوف المآرب الجميلة من حفظك للقرآن، ونشوف يعني اسلوبك الرقيق الطيب الجميل ده. برضو تاني نفس السؤال اللي سالته للاميره روان اساله ليك تاني، واقول لك مين ساعدك يا عمر في الوصول لهذا المستوى الطيب وحفظ القران؟ انا اولا امي وابي. ايوه. واداره. علي صوتك. واداره كتاب الدار اللي بتحفظ فيها ما شاء الله. طب انا هسالك سؤال على الهوى، وعايزك تجاوبني اجابه قويه وواضحه، وكل الدنيا دلوقتي بتتفرج وبتسمع الكلام اللي احنا بنقوله ده. انت اتضغط عليك عشان تحفظ القران؟ يعني مش قوي، انا كنت حابب. يعني كله كان ترهيب ولا كان بين الترهيب وترغيب؟ يعني الاثنين، كان ترهيب وترهيب. الترغيب والترهيب. خدت مكافآت وانت ماشي كده في حفظ القران كده، على اول جزء، على اول ربع القران، نصف القران؟ خدت كتير. خدت كتير يعني. عملت ايه بالمكافآت دي؟ والله انت خدت عيدية يا عمر؟ خدت. اسالك كام ولا بلاش عشان ما بس خدت عيدية يعني. انا بقول لك انا سعيد جدا جدا بيك وباسلوبك وبقرانك، وبقول لك مليون مبروك على ختمك للقران، وان شاء الله باذن الله ارجع تاني استضيفك هنا تاني بقى، وانت يعني معلم قران قد الدنيا، وكنا قراءتك بقى اتطورت يعني وبقت للافضل ان شاء الله يا عمر، ربنا يحفظك. هسألك أسئلة تانية يا عمر، هرجع لك عشان أنت الولد الوحيد النهاردة ومش هسيبك، بس خليني كده أرجع لفضيلة الشيخ محمود. عايزين نسمع كده أنشودة حلوة كده، أو حاجة، فقرة من الفقرات الجميلة من بناتنا الفضليات. إن شاء الله نسمع أنشودة مع عروة إن شاء الله. آه.
مين من من البنات هيقول لنا انشوده؟ يلا يا رؤى. قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا فهو السبيل لنصرنا، قرآننا فهو الأساس لمجدنا، قرآننا 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 النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان، قرآننا 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 هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان، قرآننا 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 هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، قرآننا قرآننا قرآننا. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك. روان ها؟ رؤى. مين اللي حفظك الانشوده الجميله دي يا رؤى؟ انت بنفسك؟ طب ارفعي المايك كده عشان نسمع كده، مش هنسمع. انت حفظتيها بنفسك؟ ايوه. وانت ختمتي ها؟ خدتي وقت قد ايه عشان تختمي؟ يعني ابتديتي من قد ايه وخلصتي امتى؟ ابتديتي من الحضانه؟ ايوه. لما خلصتي انت في سنه كام السنه دي الاول؟ داخله سنه 6. كنت في 5 رايحه 6؟ لما خلصتي الحضانه بقى وانتقلتي الاولى ابتدائي كان معاكي قد ايه من القران؟ تفتكري؟ يعني الحضانه ادت القران قد ايه؟ 3 اجزاء 5 اجزاء مثلا؟ بعد كده لما دخلتي بقى من اولى ابتدائي ابتديتي تكملي بقى عشان نصف القران وكده والقران كله. مين اللي ساعدك في حفظ القران يا رؤى؟ ولا ماما وبابا. ايوه. لا انا مش سامعك. فتيات القران صوت عالي. ماما وبابا كانوا بيحفظوني. تمام. والابله سمر كانت بتديني في الكتاب. ايوه. ولا فضل كبير عليا. طيب طالما جبتي سيره المعلمه سمر، الاول يبقى لازم اشكرك، ثانيا اقول لك عايز من حضرتك رساله شكر حب وتقدير لاصحاب الفضل عليك. ابعتي الاول رساله شكر وتقدير لبابا وماما، تقول لهم ايه؟ اقول لهم انا بشكرهم جدا عشان هم خلوني احفظ القران الكريم واختمه. وكانوا بيضايقوك شويه وبيزعقوا لك وكده ولا كده وشويه كده وشويه كده؟ يعني عادي. يعني تعبتيهم على ما ختمتي ولا كنت سهله معاهم؟ ساعات كده وساعات كده. ساعات كده وساعات كده. طيب واضحه وصريحه. جميله ما شاء الله. طب قولي لي يا رؤى، تحبي تقولي الابله المعلمه سمر ايه؟ هي اكيد سامعاكي دلوقتي. بشكرها جدا اللي هي حفظتنا وحافظت على مستوانا وخلته يعلى. طيب هي اكيد سامعاكي دلوقتي واحنا كمان بنضم صوتنا لصوتها الشيخ محمود. نعم. كل معلماتنا الفضليات اللي بيبذلوا جهد رهيب جدا جدا في احتواء ويعني ترتيب وجدان الاولاد من الحب ومن الاحترام ومن التقدير وعشان يقدروا يوصلوا بهم للمستوى ده، احنا بنوجه بنضم صوتنا لصوت رؤى لكل معلماتنا في كل مصر. ربنا يبارك فيهم ويربي لهم اولادهم على الجهد الكبير اللي بيبذلوه عشان يعلموا اولادنا. انا بشكرك يا رؤى، هرجع لك تاني. خلي الميكروفون هنا. فضيلة الشيخ محمود، في معوقات بتقابل العمليات التعليميه في الحضانات؟ والله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بدايه يعني اول ما بدانا الحضانه بفضل الله كقريه هم وبدانا ان احنا ندور على تعليم والقران، بدانا نعرف ان في قريه بجوارنا قريه عرب القران الشيخ عصام يوسف اللي قام عليها جزاه الله خيرا، رحنا بفضل الله خدنا مجموعه من المعلمات وابتدينا مجموعه تدريب ومجموعه اللي احنا ناخد الدوره. فطبعا كان في البدايه المستوى البلد ما كانش يعني يامل، ما كانش يامل ان المستوى ده اللي هو دي ثمره القريه بفضل الله، وفي يمكن اولاد برضه بفضل الله يعني ان شاء الله لو صفتنا في لقاء تاني ان شاء الله هنجيبهم ختمين القران في السن دي بفضل الله. يعني لو سمحتي ما تحطيش ايدك على الزرار بتاع الميكروفون خالص. طيب خليه يبقى في ايديكي. طب ادي للرؤى. انا بشكرك ربنا، انا اسف ادي له. ايوه عشان الصوت بيأثر. ربنا يحفظكم يا رب. مع دكتور في السن دوت اللي انا فهمته من حضرتك عشان تكمل معايا،
انه سعيكم الدائم في القريه وبسبب الظروف بتاعه القريه كلهم بيحبوا الاولاد تحفظ القران هناك، فكانت البدايه انك ابتديت تبحث على احسن نموذج قريب منكم. نعم. وتوجهتوا اليه، وده نموذج موجود في قريه عرب الرمل عندكم في المنوفيه برضه. ورحنا برضه الشرقيه للدكتور الشيخ طارق، ورحتوا الشرقيه لفضيله الشيخ طارق. تمام. جزاك الله خير. ويعني انتقلت بمعلماتك وارتقيت بمستواهم عشان يقدروا ينقلوا التجربه بشكل كويس عندكم في القريه. نعم. وكانت الثمره. نعم. طيب لغايه دلوقتي ما قلتليش عن المعوقات. والله هو يعني يعتبر يعني هي المعوقات كبدايه، يعني نعم. البدايه نفسها اصلا كانت صعبه. نعم. يعني احنا على اساس ان احنا نعمل اعلان ونعمل دار او اكاديميه دار القران عن دوره جديده للمعلمات في تعليم القران. فدي كانت بدايتها صعبه، يعني كان معظم بعض الازواج يعني يقول لزوجكم تروح فين؟ هتتعلم ايه؟ ولا هتعلم ايه؟ واحنا نتعلم؟ ما فيش تعليم، ما فيش كلام ده، التعليم نعم. اخرته ايه ومش ايه والكلام ده كله. بفضل الله دلوقتي الصوره اتغيرت خالص، يعني كل وجزئي، يعني دلوقتي بفضل الله كل القريه، يعني جل القريه باللي هي بتدفع باولادها كلهم. يعني الاول كان سن الحضانه كنا بناخد من سن 3 سنوات، احنا بفضل الله دلوقتي بناخد من سن 2 سنتين و2.5 سنين. يعني يمكن اولاد الرضع بيدفعوا بيهم، ولا خلوهم معاهم يسمع قران. طب في السن دي دلوقتي هيبقى رضيع. هنا في 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 نقطه مضيئه حضرتك ذكرتها. انا طبعا بشكرك عليها، وكل الحاضرات الجميلات معايا وفضيله الدكتور عمر ربنا يحفظه. انت قلت انه الدنيا اتغيرت وانه الازواج اصبحت الان اكثر تعاونا. نعم. بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وابتدوا يلمسوا ثمره الجهد دوت في اولاد المسلمين وفي اولادهم يعني. نعم. يبقى لازم نوجه كلمه شكر لكل زوج سمح لزوجته بان هي تنزل تخوض هذه المعركه الكبيره. نعم. معركه الوعي. نعم. معركة الارتقاء بمستوى أولاد المسلمين، وإنه عارف كويس قوي إنه مش هينفع يعلم الأولاد في السن ده غير معلمة، فساب زوجته لأنها عندها الملكة ديت وتبقى موجودة في في يعني في ركاب الصالحين وتعلم الأولاد. نعم. تحية شكر وتقدير لكل الأزواج اللي سمحوا لزوجاتهم إن هم ينزلوا في هذا الحقل الخطير والمهم كمعلمة في الحضانة أو كمدرسة في في مدرسة من مدارس الحكومة أو المدارس الخاصة، لأنه مش هينفع يعلم أولادنا في السن ده غير المعلمات. أنا بتوجه بالشكر لكل زوج، ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم، وإن شاء الله أي تقصير أو أي وقت كان قليل إن شاء الله ربنا يبارك في الوقت اللي باقي من وجود زوجاتكم معاكم في البيت على الجهد الكبير اللي بيبذلوه. مع فضيلة الشيخ محمود حاجة طيبة جدا جدا إنه الدنيا تتغير بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وإنه يلمسوا الجهد اللي مبذول يعني. تمام إن شاء الله. فضيلة الشيخ اسماعيل، هنسمع حاجة كده فقرة وارجع لحضرتك تاني نتكلم على ايه سر القوة اللي موجود في الطريقة البغدادية وطريقة نور البيان وطريقة فتح الرحمة. نسمع مين من الأولاد هيغرد بالقرآن يا شيخ محمود؟ ايه تفضلي. ايه يا محمود، دي الميكروفون من فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم
بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله أكبر ما شاء الله. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، من الآيات الجميلة اللي الواحد بيحب دايما يقف معاها في سورة الكهف. ختمت بيها دكتورة آية. صوتك طيب وجميل يا آية ما شاء الله. هنشكر برضو ونوجه كلمة شكر لكل اللي شاركوكي في النجاح ده. مين اللي وقف معاكي في النجاح بتاعك ده؟ ماما وبابا والأبلة سمر والأبلة علا وكذا حد يعني في حياتي، بس دول يعني اللي كانوا أهم الناس يعني. المعلمة سمر والمعلمة علا ووالدك ووالدتك. طيب ما تبعتي رسالة شكر في العيد الجاي؟ خدت عيدية الأول ولا لا؟ يعني بعتي بقى رسالة شكر وانت قلبك جامد كده يعني. مش هسألك خدت كام، بس تحب تقولي ايه لماما وبابا على الجهد الكبير اللي بذلوه عشان تبقي النهارده ممن يحملون القرآن، وان شاء الله بإذن الله تلبسيهم تاج الكرامة يوم القيامة. تقولي لهم ايه؟ بقول لهم شكرا وانا بحبكم جدا، وان شاء الله دلني على المسيرة ديت ودلني حفظ القرآن واعمل بيه. الله اكبر، ربنا يحفظكم. هما كمان اكيد بيموتوا فيكي وبيحبوكي. ستك وجدك موجودين؟ عندي ست واحدة وابو موت بابايا وست وجدي أولاد. ستك وجدك التانيين الله يرحمه الله يغفر لهم ويسامحهم. طيب ستك اللي هي مامة باباكي بقى جدتك دي، تقولي لها ايه بقى؟ بتحبك ولا بتزعق لك؟ لا بتحبني. بتتخانق معاكي وتشكلك على طول ولا بت؟ لا على طول على طول يعني، بتدنى تحفزني وبتحبني جدا والله. طب ما تبعتي لها كلمه كده حلوه رقيقه كده للجده الكبيره دي. يلا بقول لها ربنا يخليكي لنا وانا بحبك جدا، كلنا بنحبك وربنا يبعد عنك الاذى. ما شاء الله كلامها طيب قوي ما شاء الله، ربنا يحفظك. انا هرجع لك تاني يا ايه، في كلام كتير عايز اسالك عليه. يعني ما شاء الله عندك حضور وهتبقي معلمه يعني فاضله باذن الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله، ربنا يحفظك. خلي الميكروفون معاكي. فضيله الشيخ اسماعيل، عايز من حضرتك حاجتين. اتفضل. انا اعلم طبعا انك يعني ما شاء الله صاحب الصوت الطيب وكنا كان لنا اكثر من لقاء على فقره الصحه والجمال وحضرتك بنفسك، وفي كلام كده من الكلام الجميل. وانا عارف ان حضرتك كمان كان لك كتاب في المعرض السنه دي عن الوسائل التنشيطيه للاولاد وازاي الاولاد تحفظ بطرق مختلفه يعني. الاول عايز نقطه القوه في الطريقه اللي بتخلي الاولاد تحفظ. لا. ايه اللي بيميزهم؟ ايه اللي بيميز الطريقه؟ مجموعه من النقاط. لعل البدايه المبكره، البدايه ان انا كولي امر اقدر اعلم ابني في سن سنتين ونص وثلاثه. السن ده كان مهمل يعني، كان حتى كان ما كانش في وعي عند ولي الامر ان ابنه 10 سنين 12 سنه وكان ضعيف قراءه واصبح كان الامر عادي. دلوقتي بيجيبوا الروضه 4 سنين و5 سنين وبيسال هو ما ختمش القران ليه؟ نعم. فاصبح في وعي عند ولي الامر ان ابني ممكن يتعلم من سن 3 سنوات، ودي بدايه مبكره. ودي نقطه قوه في اعداد الطفل تربويا وتعليميا. الامر الثاني الكلمات القرانيه، يعني القاعدة البغدادية النورانية نور البيان فتح الرحمن منة الرحمن اعتمد على 2000 كلمة من القرآن قبل ما يدخل المدرسة. فالطفل بيدرس خلق شرع سجد أمر طمست أقتت نهلكي نتبعهم أوتادا نجعلي مرصادا، فبيأخذ القوة من القوي سبحانه وتعالى. من حتى تعلمنا من حضرتك ربنا يحفظك أن الألفاظ اللغوية في المرحلة السنية، اما تعرف ان طفل 6 سنين و5 سنين درس 77,000 كلمه ما شاء الله، وده بعد جميل جدا في ذكاء الطفل العربي والطفل المسلم انه يكون معاه 77,000 كلمه. لا ده احنا كمان بناكد على حاجه يا شيخ اسماعيل، لو ما ذكرت لحضرتك النقطه دي، احنا بنقول انه المقياس عاملين بره مقياس كده يقول الطفل في سن 4 سنين 5 سنين لو معاه من يعني 8,000 الى 10,000 كلمه بيقولوا عليه طفل عبقري. بالظبط. وبيجتهدوا ان هم يعني يكرموه. بالظبط. انا عارف ان احنا عندنا الطفل ممكن في 5 سنين 6 سنين يبقى عنده اكتر من كده. لو حفظ 3 اجزاء، لو قراءه 77,000 كلمه. الله اكبر. يعني سوبر عبقري ان صح. ما شاء الله، يعني احنا الطفل لو معاه من 3 اجزاء لخمس اجزاء قبل ما بيخش المدرسه، سهله ولا صعبه دي؟ ده اصبح الطبيعي. اصبح الطبيعي. كنا زمان بنسميه طفل معجزه. ما عادش، لا طبيعي دلوقتي. ده الطفل قبل ما يخش المدرسه بقى معاه من 3 اجزاء لخمس اجزاء، يعني معاه تقريبا 17,000 كلمه ويختم تلاوه، او لو معاه ختم التلاوه معاه 77,000 كلمه. 77,000 كلمه. الله اكبر، يعني سوبر عبقري.
وده طبيعي دلوقتي. والبشرة انه مش في مصر، لا في دول العالم بفضل الله. ما شاء والبداية الله. كانت من مصر ما شاء الله، يعني ما شاء البداية الله. من مصر الى العالم، يعني من البشريات نور البان في الهند، في تونس، في اندونيسيا، في ماليزيا، في مكة، في المدينة، في الرياض، لا تخلو دولة، ولعل يعني حفظ الله مصر ان هي رائدة في هذا العلم وعلم القرآن وعلم اللغة العربية. يعني احنا بنوجه كلمة شكر لكل القائمين على العمليات التعليمية في مصر على الجهد الكبير، وبخص بالذكر السيد الدكتور طارق وزير التربية والتعليم اللي بذل جهد كبير عشان تمر مرحلة توقف الدراسة يعني حفظا لنفوس أولادنا، وكل القائمين على العمليات التعليمية في مصر اللي يعني ما هوش حرمان ولكن هو حفظ وتأجيل، وقدروا يحطوا خطة يعني يمرروا يتمروا بالأولاد للي جاي يكون أفضل يعني. ثم شكر لبعض المناطق الأزهرية اللي بدأت تتعاون معنا من خلال دورات في الأزهر الشريف لإعداد معلم القرآن واللغة العربية ورياض الأطفال، وهم دول الفئات اللي احنا دايما محتاجينهم معنا في التعليم، رياض الأطفال، اللغة العربية، القرآن الكريم. يعني انت عايزنا كمان نقول شكر للأزهر؟ نعم. لازم نقول شكر للأزهر. الأزهر تاج على رأسنا، ولازم نقول تحية شكر وتقدير للأزهر وفضيلة الدكتور شيخ الأزهر وكل الأزاهرة اللي هم شموس وتيجان على رأسنا. ربنا يحفظ الأزهر بناسه، يعني السادة المدير الإدارات اللي تعاونوا لحرصهم الشديد على أن هم ينالوا من هذا الأسلوب الراقي في التعليم، أسلوب نور البيان. كلمة فضيلة الشيخ أحمد الطيب، هذا ما تعلمناه في الصغر. نعم. كذا قال الشيخ الأزهر أن هذه الطريقة، طريقة الكتاتيب المصرية القديمة، قال هذا ما تعلمناه في الصغر، وده كان تصريح من فضيلة الشيخ وتصريح مجمع البحوث الإسلامية لهذه الفكرة وهذا النور. هرجع لحضرتك تاني واسمع صوتك الطيب في أنشودة، ومش هتحرمني من أنشودة من أنشوداتك الجميلة، ونتكلم على الكتاب الجميل اللي حضرتك عملته خاص بالأنشطة التعليمية. فضيلة الشيخ محمود الحلواني، اللي أنا سعيد بوجودي في وسط ولادك الجمال النهاردة بتوع أكاديمية القرآن، أكاديمية اسمها أكاديمية إيه؟ دار القرآن. دار القرآن الجميلة دي ما شاء الله. هتسمعنا صوت مين من فرحت الأميرات الصغيرات؟ الدكتورة فرحة، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا واشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي، أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. عايز أقولك أنه ما شاء الله حفظك طيب، بس اسمحي لي في اتصال جه دلوقتي قبل منى، ناخد الاتصال وارجع لحضرتك تاني. تفضلي فن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا، اهلا وسهلا، ربنا يحفظك. انا هستاذنك هتوطي صوت التلفزيون وتكلميني من التليفون بس. تفضلي. حاضر، ثانيه واحده. ايوه، انا المعلمه منى المنوفي، حضرتك من اكاديميه قريه الشوق. اهلا وسهلا بالمعلمه الكبيره، ربنا يحفظك ويبارك فيكي، واحنا سعداء بوجودنا مع اولادك الاميرات الصغيرات. ولادي ربنا يحميهم ويحفظهم بحفظ يا رب، رغداء وروان ورؤى حبايبي ربنا يحفظهم بحفظ يا رب.
ربنا يحفظك ويبارك فيكي. طيب انا عايز بقى من حضرتك وانت معانا على الهوا دلوقتي، الاول نوجه رساله لكل الامهات اللي ساعدوكي، كل اولياء الامور اللي ساعدوكي عشان اولادهم يوصلوا للمستوى ده، تحيه شكر من المعلمه الفاضله عشان تقول لهم ادي جهدكم وجهدنا وادي الثمره، تقول لهم ايه؟ الحمد لله والله بشكر جميع اولاد الامور اللي كانوا بيساعدونا ان احنا يعني نبذل مجهود معاهم، مع ان احنا الحمد لله محرومين اليومين دول دعينا يا شيخ ان ربنا يردنا اليهم ردا جميلا يعني، لان احنا يعني فاقدين العمل ده يعني الطريقه ربنا المستعان علينا يعني والله العظيم. ان شاء الله قريبا باذن الله ترجعوا للدور بتاعكم وللاكاديميه ونرجع نمارس العمليات التعليميه تانية. المعلمه منى المنوفي ربنا يحفظك ويبارك فيك، انا بشكرك على المداخله الطيبه الجميله، اسعدتينا بالمداخله ديت واسعدتي بناتك، واحنا بندعي لك وبندعي لكل الاخوات الفضليات في كل الحضانات وفي كل الاكاديميات وكل القائمات على العمليات التعليميه قبل المرحله الابتدائيه، بنقول لهم يا رب يحفظكم ويحفظ اولادكم، وان شاء الله قريبا جدا ترجعوا تمارسوا العمليه التعليميه وترجعوا لاولادكم في الاكاديميات تاني. شكرا للابله منى المنوفي ربنا يحفظك. هكمل كلامي مع فرحه بس، لان طبعا كلامك طيب جدا واياتك رقيقه وجميله، اكيد انت بقى هترجعي الفتره اللي جايه الختمه اللي جايه هتظبطي بقى شويه في الاحكام وهتظبطي شويه بقى في الحفظ وتجيبي في الصوت. في ايه؟ في الصد. في الصد؟ في الصوت ان شاء الله. في الصوت؟ ده انت صوتك جميل، ده صوتك جميل ما شاء الله، صوت القران جميل يا فرحه ربنا يحفظك. مين اللي ساعدك في الحفظ يا فرحه؟ اكتر واحده كانت لها فضل عليا هي ماما، هي اللي ودتني الكتاب وهي اللي كانت بتعلمني، عشان كان بيبقى في الشغل كان بيبقى مشغول، واوقات لما كان بيكون فاضي كان هو برضو اللي بيرجع. الحقي نفسك كده لاحسن ما يحصل مشكله. انت خدتي عاديه ولا لسه؟ خدت. يعني عشان كده بتتكلمي بقلب جامد يعني. طيب يا فرحه قولي لي، تحبي توجهي رساله شكر لماما تقولي لها ايه؟ لا شكرا لك، لانك انت الوحيده اللي انت شجعتيني ان انا احفظ القران، وهي اللي كانت بتحفظني قران، واول ما سمعنا باكاديميه دار القران الكريم ماما ودتني عشان احفظ القران. طب بص يا فرحه، نتفق اتفاق، انت اخواتك اكبر منك ولا اصغر منك؟ انا كبيره. طيب يعني انت لازم دلوقتي حالا تبعتي رساله لماما وتقولي لها ان شاء الله ارد الجميل واساعد اخواتي ان هم يحفظوا زي القران، قولي لها ان شاء الله يا ماما هرد الجميل واساعد اخواتي انهم يحفظوا القران. احسنتي. خلاص كده؟ دي كده الماما. ورساله شكر لبابا بقى عشان نروح للمعلمات. شكرا ليك، لان بدونك انا برضو ما كنتش عارف احفظ، لان برضو انت ليك دور برضو في حفظ القران ليا برضو. دبلوماسيه قوي في التعامل ما شاء الله يعني. يعني ما شاء الله القران مخليها كده عندها لباقه يعني، ربنا يحفظك يا فرح. مين من المعلمات؟ ولا مين من كل المعلمات اللي عايزه توجه لهم الشكر وتقول لهم بشكرك؟ بشكر ابله ايمان صلاح اللي هي اللي كانت بتحفظني، ولما مره كنت جايه كنت ما كنتش حافظه، كنت وانا صغيره كتاب، هي جت وقالت لي انت زعلانه ليه؟ فقلت لها عشان انا ما حفظتش، ولما جيت اسمع برده ما غلطتش برده، يعني هي اللي خلتني ان انا ما غلطتش. يعني ساعدتك انك تحتفظي بالقدرات بتاعتك وترجع لك ثقتك بنفسك وتخليك ترجعي تحفظي تاني. انت عايزه تفهميني يا فرحه ان المعلمه بيبقى لها دور في ان الطالب يقدر يكمل ويبقى مبسوط وفرحان ويتغلب على الصعوبات اللي بتقابله المعلم باسلوبه، المعلمه باسلوبها الحلو يعني؟ دور كبير. بتحبيها؟ في معلمه بتخافي منها؟ يعني انا بخاف منها شويه. بتخافي من ابله؟ شويه بس. اسمها ايه؟ ابله ايمان. بس بتحبيها وبرضه الابله جايه. بتخافي منها ولا بتخافي على زعلها؟ الاثنين. لا انت دبلوماسيه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. انا ليه، انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا دكتور. كل اولادك دولت اسعدوني جدا النهارده، عشان كده انا بقول لك اهو، انا كمان هديهم النهارده عيديه، دي هديه مقدمه من اكاديميه اقرا دي، بالمشاركه مع قناه الصحه وجمال، انا لازم اديهم كلهم النهارده قبل ما نخلص الحلقه، كل واحد فيهم ياخد، هي مش كتير قوي بس هو نوع من انواع التكريم، لان انا سعيد جدا بالاداءات بتاعتهم الرائعه يعني. هرجع لك تاني يا فرحه، يعني هسعد معاكي بالحوار الدافي الجميل ده، نرجع تاني. فضلت الشيخ اسماعيل، هاخد كده جزء صغير مع الشيخ محمود وهتساعدني فيه، لانه الشيخ محمود واضح ان هو مرتب الاولاد في الاكاديميه ترتيب كويس، وانا مبسوط جدا بالاداء ده. في شركاء نجاح يا شيخ محمود ساعدوا في انك تصل في الفتره القصيره ديت للي انتوا فيه، وان الاكاديميه بقى عندها دفعه من خاتمات القران وخاتم القران من الاولاد، واكيد هيتوالى
الاحساس بالفرح والنجاح ده. نعم. شركاء النجاح اللي معاك مين هم وتقول لهم ايه؟ نعم، يعني طبعا زوجتي ام عمر في المقدمه، يعني دي كانت اول اساس في بناء الحضانه من اول ما نشأنا. ده انا سعيد جدا ومبسوط انك ابتديت البدايه. يعني بشكرك، يعني ربنا يحفظك. دي امانه، ربنا يحفظك ويحفظها يا رب. دي اول نقطه اقدم لها شكر طبعا، وجزاها الله خيرا. جميل. يعني اللي هي رفعت بالعمل معايا، يعني كل ما الواحد بيحاول في ظل الظروف وفي ظل الاجواء وفي ظل المشاكل اللي كانت بتقابلنا والعقبات اللي هي ترفع من معنويات الواحد، حتى مع المعلمات والله ما شاء الله. يعني ربنا يجازيها خير، ربنا يحفظها جزاء والله. والمشرفات ربنا يبارك فيهم، يعني الابله ايمان صلاح والابله جهان والابله هبه، معلمات يعني لا حصر لهم، يعني بفضل الله. يعني عشان ما ننساش حد، كل فريق العمل عندك انت بتبعت له تحيه شكرا. يعني مش لوحدي، يعني شركاء النجاح. نعم. في المعلمات وازواجهم بيوتهم. نعم. الحاجه ام عمر زوجتك. نعم. ربنا يحفظها. في حد من المؤسسات اللي حواليك في القريه او المجتمع اللي حواليك كان له بصمه او كان دافع من الدوافع انك تكمل؟ والله يعني يمكن جزاه الله خير الشيخ اسماعيل قاعد معانا برضه اهوت، والشيخ كرم، جماعه بتوع عرب القران ربنا يبارك فيهم، يعني والتواصل المستمر معاهم جميل. وبفضل الله يعني اهل القريه لما شافوا الثمره ابتدت بعد سنتين ثلاثه من الحضانه، الطفل الروضه يختم ختم التلاوه ويبدا يقول الاحكام ويقول الشاهد ويقول الدليل، بفضل الله يعني حصل تغير كبير جدا في القريه، يعني حتى في بعض العبادات كمان. يعني مش بعض مثلا كقران، لا بعض العبادات يعني. طيب ما نبعت رساله شكر لكل شركائك. نعم. واللي ساهموا وساعدوا في انك تصل لهذا المستوى بالاولاد، ونفرح بيهم كلنا كده. نقول لهم ايه يا فضيله الشيخ محمود؟ نقول لهم والله جزاكم الله خيرا، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم، اللي انتم يعني بفضل الله عملنا الصحه دي في البلد. طيب هرجع للنقطه دي تاني، بس ناخد اتصال الاستاذ انور. استاذ انور اتفضل. استاذ انور اتفضل. معانا اتصال استاذ انور. طيب رجعنا تاني، واضح ان الاتصال اتقطع. رجعنا تاني يا استاذ انور، احب اسمع صوتك، ربنا يحفظك. بتبعت رساله شكر لكل اللي ساعدوك وساهموا في انك الجيران والمجتمع القريب والمشايخ اللي دعموك، كل دولت طبعا بفريق العمل بتاعك. يعني انا اللي بشكر حضرتك على الجهد ده، وما زلنا مستمرين تسمعنا الحاجات الجميله. بس هروح للشيخ اسماعيل نسمع منه انشوده جميله نحس بقى بيها هنقعد نقضيها كلام، واللي عايزين نفرح بقى شويه النهارده، العيد فرحه يعني. سمعنا ايه فضيله الشيخ اسماعيل؟ الله الله يا ربي. عن مصر. طيب. وعن الازهر. عن الازهر وعن مصر ناخدها بعد ما نسمع مكالمه الاستاذه ايه. استاذه ايه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور طارق كل عام وانتم بخير. ده فضيل ده الاستاذ ابو ايه، اهلا وسهلا بحضرتك. انور 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 عبد الله من حجازه. انور اهلا وسهلا بفضيله الشيخ انور من حجازه، من جبلي، من محافظه قنا الجميله السمراء الرائعه. اهلا وسهلا بحضرتك. تقبل الله منا ومنكم الدكتور اسماعيل واخواننا كلهم في استوديو حضرتك. طب انا عايز اتكلم معاك، هستاذنك وطي التلفزيون على الاخر وكلمني من التليفون عشان بس اقدر اتواصل معاك. انا معاك دكتور طارق، بعيد عن التلفزيون خالص. ربنا يسعدك ويبارك فيك يا ابا عبد الله. وانا اذكر ان احنا رحنا عملنا كم محاضرات عندكم هناك، واعلم قد ايه محافظه قنا كانت تحتاج لجهد كبير جدا. وفضيله الشيخ انور حضرتك بتفكرني، انا استضفت هنا من عندكم من قنا مجموعه من الفتيات، هم اللي اصبحوا بعد كده معلمات هناك في قنا. الجهد الكبير اللي بتبذله فضيله الشيخ انور، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويسعدك. بفضل الله ثم يرجع لحضراتكم وتواجدكم معانا، وربنا يبارك في الجميع، عرب الرمل والدكتور اسماعيل واخواننا عندك كلهم. طيب يا فضيله الشيخ انور، وانت كده بعيد عننا كده واحنا محرومين منك وانت في قنا، عايزينك توجه رساله شكر لكل اللي ساعدوك وكل اللي قائمين على العملية التعليمية في مصر وفي عرب الرمل واللي مسؤولين عن الحضانات، تقول لهم ايه؟ كل سنة وهم طيبين وربنا يتقبل العمل يا رب. وهم كانوا عندي سبب من اسباب صناعة الكوادر عندي، وسبب من تغيير شأن المكان بفضل الله. يعني
احنا بنشكرك على المداخلة الجميلة دي ونقول لك عيدك مبارك، حسستنا بالعيد، واحنا بنقول لك يا رب يبقى عيد مبارك وعيد سعيد عليكم وعلى اهلنا في الصعيد كلهم. احنا بنحب قنا جدا جدا جدا، وان شاء الله اللقاء قريب في قنا باذن الله، وان شاء الله تسمح لنا الظروف ان احنا نستضيفكم تاني ونشوفكم. ربنا يحفظك فضيله الشيخ انور، تحياتي للدكتور عبد الله وكل القائمين على العمليات التعليميه عندك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. احنا معانا اتصال تاني يا ابو ايه. السلام عليكم. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه انا احب استاذ محمد الشارف. يشرفنا ويسعدنا، اتفضل حضرتك منين؟ انا طبعا بوجه الشكر طبعا لدار القران من الشكر. اتفضل قريه الشكر، اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم. انا بوجه الشكر لدار القران وجميع العاملين فيها والساده المحافظين، وطبعا لآية بنتي وبشكرها وهي فخر ليا الحمد لله، والشيخ محمود والشيخ اسماعيل ولكل المجموعه بامانه، والله حاجه جميله جدا يعني. طب اسمع يا بابا اسمه ايه؟ محمود. يا استاذ محمود ربنا يحفظك. انا قاعده جنبي يعني القمر الدكتوره ايه، ربنا يحفظها لك ويبارك فيها يا رب. وانا بقى وانت معايا كده، انا بعد اذنك خلي ايه توجه لك كلمه كده وانت على الهواء. خدي الميكروفون بابا معانا على الهواء، تقولي له ايه عشان نسمعه كده؟ اقول له شكرا يابا ان انت يعني حفزتنا عشان احفظ القران. وزي ما انا قلت برضه في الاول ان شاء الله هدلني على المسيره ديت وهعمل بالقران. ربنا يحفظك يا رب. احنا بنشكرك وبنقول لك ربنا يبارك فيك على جهدك الطيب ولمشاركتك، وان شاء الله تفرح وتسعد بيها وباخواتها كلهم ان شاء الله. احنا معانا اتصال تاني. معانا اتصال تاني. ابو رغده اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. يا مرحب يا مرحب وعليكم السلام. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بحضرتك. ربنا يحفظك، اتفضل. والد رغداء السيد نجم. اهلا وسهلا، فين الدكتوره رغداء؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يجازيكم الخير على اللي بتعملوه والله معانا دوت ومع الطالبات بصراحه يعني ومع الناس كلها يعني صراحة. احنا اللي بنشكرك، وانا هتسمع حالا رساله شكر من فضيله الشيخ محمود الحلواني ليك والله على يعني الثمره الطيبه دي. بنشكر الشيخ محمود والله على جهوده معانا بصراحه، بيتعامل مع الاولاد بجد صراحه يعني، والشيخ محمود بصراحه مدير واجب كويس يعني. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك لنا في الكتاب كلهم والله بصراحه، عاملين مجهود خرافي بصراحه. دكتورة رغدة مشرفانا وبنسعد بيها وبنفتخر بيها هنا هي. ربنا يخليك، ربنا يحفظك، بشكر حضرتك، ربنا يبارك فيك، وتحياتي لأهل القرية كلهم. ان شاء الله والله الاهتمام ده يعني. ربنا يحفظك وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك يا حبيبي. ربنا يخليك، كل سنة طيب لحضرتك. اتفضل في امان الله، ربنا يحفظك، اتفضل اتفضل. شكرا. فضيلة الشيخ اسماعيل احنا قطعناك، وهرجع انا فضيلة الشيخ محمود دلوقتي على المشاركات الجميلة الطيبة من اهل المخالطين والمحيطين بالاكاديميه على الجهد الطيب الاباء والفضلاء يعني. فضيله الشيخ اسماعيل كنا هنسمع منك حاجه عن مصر والازهر بمشاركه اولادنا ان شاء الله. مستعدين يا بنات؟ ان شاء الله. نشارك معاه؟ نشجعه؟ يلا. الله الله يا ربي، الله الله كده من قلبي علي توضى كده من نيلها، قام صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله 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 يا ربي، الله الله كده من قلبي علي توضى كده من نيلها، قام صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا الله الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، ده أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين ان شاء الله ان شاء الله. الله 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 يا ربي، الله الله كده من قلبي علي توضى كده من نيلها، قام صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله 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 يا ربي، الله الله كده من قلبي علي توضى كده من نيلها، قام صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله الله مصر اللي زرها الخليل سيدنا ابراهيم ونهار وليل مشي فيها، فيها استجاب رب العباد
لما دعاه موسى الكلم عاش فيها، والسيدة العذراء اجتازت الصحراء بخطويها، واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها. الله 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 يا ربي، الله الله كده من قلبي علت وضاح كده من نيلها، قام صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله 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 يا ربي، الله الله كده من قلبي علت وضاح كده من نيلها، قام صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله الله وقالوا لي عنها كلام، خلانا اقول يا سلام ده انا يلي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تانيين وتملي، الاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بلي، حست وانا بين اهلها بحاجات تخلي العقل يطير. الله 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 يا ربي، الله الله كده من قلبي علت وضاح كده من نيلها، قام صلى الفجر ولف في مصر وحواريها. الله 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 على الازهر. الله 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 اكبر، ام الدنيا كمان واكتر، لو قلت اوصف انا مش هنصفها وكفيها. الله 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 على مصر، ومش ممكن اوصفها ولا كفيها لو وصفتها. مصر الجميله، وانت بتتكلم عن مصر والازهر اللي ظهر قدامي، الظروف الاستثنائيه اللي احنا بنمر بيها، يبقى كان لازم افكر نفسي وافكرك وافكر اللي موجودين وكل الساده المشاهدين بانه في رساله شكر لكل اطباء مصر، بدايه من السيده الفاضله وزيره الصحه إلى أصغر عامل في وزارة الصحة، على الجهد الرهيب الكبير المبذول للحفاظ على الصحة في مصر. تحية شكر وتقدير للجيش الأبيض، لكل أطبائنا الجمال الشرفاء، ربنا يحميكم ويحفظكم ويبارك فيكم. وتحية شكر لكل فرق العمل في كل مستشفيات مصر على الجهد الكبير المبذول في الظروف اللي بتمر بيها مصر وبيمر بيها العالم. أثبتوا فعلا أن احنا ما نقدرش نستغنى عنكم، وانتم تاج على رؤوسنا. يا رب يحافظ عليكم ويا رب يبارك فيكم، ونقول لكم عيدكم مبارك. بشكرك الشيخ اسماعيل على اللفته الطيبه الجميله، وعلى مصر الجميله بازهارها وبكل مؤسساتها ان شاء الله. فضلت الشيخ محمود، عايز اسمع عمر في حاجه كده وارجع تاني مع حضرتك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اتفضل. قال رسول الله، ثانيه واحده يا عمر، صلى الله عليه وسلم، اتفضل يا عمر، دي هديه مني ليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بقول لك يا عمر، عندي سؤال خطير قوي بقى، وإحنا بقى في العيد والناس كلها سمعانا وشايفانا بقى. طبعا العيد ده مختلف شويه، يعني احنا مش قادرين نجري بقى ولا نخرج ولا نروح الجناين ولا نتحرك وكده، يعني فواضح ان احنا نقضي العيد في البيت. ايه رايك في العيد في البيت بصراحه؟ يعني هتعمل ايه؟ يعني ناوي تعمل ايه؟ بتخطط لايه؟ يعني هو مفيش فرق، مش حاسين بالعيد قوي. مش حاسس بالعيد؟ مش زي كل سنه. طيب احنا هندعي مع بعض دلوقتي ونقول يا رب يرفع الهم والغم عن مصر وعن سائر بلاد المسلمين، والعيد في القلب ان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله باذن الله نعدي المرحله دي باذن الله. طب قول لي، طب انت السنه اللي فاتت، بس قرب الميكروفون من بقى، السنه اللي فاتت عملت ايه في العيد؟ خلينا نقضيها ذكريات. يعني كنت بلعب مع زمايلي ومسدسات وكده. تخرج بقى في الشارع وتلعب مع زمايلك وكده وتدمر العيديه، صح كده؟ طب ما في ميزه السنه دي انك هتحوش العيديه، يعني ما فيش حد يشتري منه حاجه ولا ايه؟ لا بنشتري برضه. اوعى تكون هتقعد في البيت تنكف في اخواتك. لا. ده هتناقش فيها معاك يا دكتور شيخ محمود، دي يعني في نقطه كده عايز اخد راي حضرتك فيها. يعني انا بشكرك يا عمر على تلقائيتك وعلى وضوحك وعلى صراحتك، وهسالك في الاخر خدت عاديه كام، بس بيني وبينك ماشي في الاخر، يعني خلي الميكروفون معاك. فضلت الشيخ محمود، اكاديميه القران بالشكر،
والحقيقة المشاركة الرائعة من السادة أولياء الأمور اللي كانوا حريصين على أن هم يشاركوا أولادهم الفرحة، يعني كانوا شركاء نجاح وبيدعموا بأن أولادهم يكونوا موجودين. هل كان في معوقات معاهم في الأول وقدرتوا تغلبوا عليها، ولا هم من الأول خالص كانوا نقاط قوة؟ لا، هو بفضل الله زي ما قلت لك في أول الحديث إن هم يعني بفضل الله يعني الثمرة ابتدت تظهر في أول سنة أو سنتين. طب استنى بقى على الثمرة قبل ما تظهر، خليك ماسك. ناخد الأستاذ جودة، أستاذ جمال جودة. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الله يكبر خاطرك ويحفظك. كل سنة حضرتك طيب. الله يسعدك دنيا وآخرة، ويا رب عيدك مبارك. ربنا يبارك فيك ويعيد عليك بخير يا رب. ربنا يحفظك يا رب ويحفظ اهلك. اتفضل. انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، قناه الصحه والجمال اللي بتقدم البرامج الجميله ديت، وبخص بالذكر للشكر للاستاذ الجميل قوي الشيخ اسماعيل والشيخ محمود الحلواني. ربنا يحفظك. اللي قدروا يقدموا نماذج جميله من اولادنا الصغيرين، حفظت القران الكريم. وبقول لكل اب وكل ام ساهم بأن يدفع ابنه لحفظ القرآن الكريم، مبروك عليك تأشيرة دخول الجنة. الله. بوسط ابنك اللي انت حفظته القرآن ويلبسك تاج فوق دماغك يوم القيامة وانت داخل الجنة. بقول لك ألف ألف مبروك، وأنا فرحان بالبنات الجميلة ديت والولد اللي معاهم، وفرحان بالمجهود الكبير اللي قام به الشيخ محمود الحلواني والشيخ إسماعيل. خصوصا بالذكر أقول لهم ألف ألف شكر، وربنا يبارك فيكم ودايما يا رب مزيد من التقدم في المجال ده. انا اللي بشكر حضرتك على كلماتك الرقيقه اللي اسلجت صدورنا، واكيد سمعوها كل اللي بيحتفلوا معانا النهارده باولادهم، وكل ان شاء الله بيتمنوا الفتره الجايه يحتفلوا باولادهم في حفظ القران. كلماتك رقيقه من القلب، انا اللي بشكر حضرتك. ربنا يحفظك ويبارك فيك وعيدك مبارك واثريت اللقاء، ربنا يبارك فيك. معانا الاستاذ علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا مكالمه الاستاذ علاء. قطعت المكالمة. طيب يراجعنا تاني، ربنا يحفظه. مكالمة يعني رقيقة جدا من الأستاذ. ربنا يبارك فيه ويحفظه الأستاذ جمال. أستاذ جمال جزا الله كل خير والله، يعني كلمات من القلب. نعم. والواحد شعر بها فعلا، وحد جميل. وبعدين لما يصور لنا هذا التصور الجميل ويقول لك يعني وكأن قطع تذكرة الدخول للجنة. نعم. يعني بداية المشوار الجميل، تعب مع أولاده شوية وهم صغيرين، وإن شاء الله يحصد الثمرات دنيا واخره باذن الله. ربنا يحفظك. كنت بقول لحضرتك على نموذج من الاستاذ جمال، المشاركين اللي بيدعموا دايما الفكره وبيساعدوا في ان الموضوع دايما يبقى فيه تطور للاحسن. يعني حضرتك بتقول لهم ايه؟ والله يعني بقول لهم جزاكم الله خيرا، يعني ثقتكم اولا في الله ثم فينا، ويعني بتدونا اكبر من حجمنا والله، يعني ربنا يجازيهم كل خير. ويعني احنا ما الا خدام لهذا العمل، يعني يعلم الله نحن خادمين لهذا العمل، ونرجو من الله ان يعني الاولاد يعني يبقى يوم القيامه يشفعوا لنا والله. يعني ربنا يحفظك ان شاء الله يكونوا شافعين ليك باذن الله. مين من بناتنا الفضلات نسمع منها حاجه طيبه؟ رغداء ان شاء الله. رغداء اتفضلي. ده بابا قاعد مستني يا رغداء بقى، يعني عايزين نسمع حاجه كويسه. لا قرآن إن شاء الله. أنت عندك أنشودة وعندك قرآن؟ طب نسمع صوتك في القرآن الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر عليك ما شاء الله. واخترت كمان بقى صورة كلنا بنحبها، من أجمل القصص. من أجمل القصص. طيب بص بقى يا رغدة، أنا عايز أكمل معاكي وأسألك سؤالين حلوين قوي، بس اسمحي لي يا رغدة هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني أكمل معاكي.
اسمحوا لي نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين، واحنا في هذه الروضه الجميله وبرنامج العيد فرحه النهارده في اول يوم ايام العيد، اسمحوا لنا نكمل معاكم بعد فاصل قصير. فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم والعيد فرحة وأول أيام العيد، وبنقول لكم عيدكم مبارك مع أطفال القرآن وأكاديمية القرآن بالشكر بكفر شكر، وأولاد فضيلة الشيخ محمود الحلواني اللي أنا بشرف وبسعد بيهم النهاردة، ست فتيات جميلات إن شاء الله يكونوا نواة لأفضل معلمات في الدنيا كلها، والبطل عمر ربنا يحفظه اللي ختموا القرآن، وبنحتفل بيهم النهاردة في برنامج العيد فرحة وبنكرمهم وبنسعد بيهم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. كنت بكلمك يا رغداء وكنت قرأت القرآن من سورة يوسف وكان صوتك جميل وطيب، وعايز أسألك الأسئلة العادية بقى الجميلة، لأن عارف كمان أن أنت عندك أنشودة حلوة هتقوليها لنا دلوقتي. ها بس عايز أسألك بقى، تحب تبعتي رسالة شكر لمين على المستوى اللي أنت وصلتي له ده؟ أول حاجة هبعت شكر لماما وبابا لأن هم اللي ودوني الكتاب. تمام، جميل. ومين تاني؟ والأبلة سمر طبعا هي الوحيدة اللي لها شكر، وهي والأبلة علا برضو كان لهم فضل عليا كبير قوي برضو. معلمة سمر والمعلمة علا، تقولي لهم ايه طيب؟ قال لهم انا بحبكم وكل يعني هدنا على طول احفظ القرآن ده. ربنا يحفظك يا رغداء على يعني رقتك في التعبير، وانا متأكد ان هم قاعدين سامعينك دلوقتي، وباباك اللي شارك معانا دلوقتي كمان بوجه له رسالة شكر، بقول له ان شاء الله ربنا يملى بيتك بالبركة طالما عندك أميرة زي رغداء إن شاء الله. خلي بالك من رغداء وما تزعلهاش أبدا. إيه رأيك في الرسالة دي؟ كويس؟ طيب أنا عايز أسمع منك بقى الأنشودة الجميلة اللي هتقوليها بعد إذن فضيلة الشيخ محمود. اتفضل يا رب. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وكلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى، مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه، نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته، نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته، رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته، قولوا صلى الله عليه، قولوا صلى الله عليه، صلى الله عليه وسلم. ربنا يحفظك، خليتينا نصلي على النبي. ربنا يا رب يبارك فيك ويكرمك يا رغداء، ربنا يحفظك. فضيلة الشيخ محمود، كان عندك المجموعة اللي ختمت السنة دي كان قوامها قد إيه يعني؟ كان 12 بفضل الله. 12 كلهم ختموا بفضل من ربنا؟ اللي قدر بس يجي معانا النهاردة هو العدد ده، أيوة. إنما كانوا الحلقة دي كانت 12 خاتم وخاتمة يعني. إن شاء الله. ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك ويصلح حالنا وحالك. فضيلة الشيخ اسماعيل، وحضرتك بتشرف على يعني الدور او حضانات او اكاديميات اللي بتشتغل بطريقه منه الرحمن ونور البيان، وكنا اتكلمنا على بعض نقاط القوه، ولكن في معوقات كانت بتقابل الحركه التعليميه يعني هل مؤسسات الدوله ابتدت قائمين على العمليه التعليميه ابتدوا يتعاونوا بشكل كامل ولا؟ هو الامل دايما بنجدده ودعوه للتربية والتعليم والأزهر، وإن كان فيه تعاون لكن نفسنا يكون أكبر من كده. نعم. من خلال وزارة التربية والتعليم والمناطق الأزهرية ورعاية شيخ الأزهر أن تقام دورات للمعلمين والمعلمات، الفئات اللي احنا دايما بنطلبها أنه ياخدوا الدورة، رياض الأطفال، اللغة العربية، القرآن الكريم، والدورات كما تعلم دكتور مجانية، فكما تعلمنا من مشايخنا أن رسالة الأنبياء لا تصلح أن تكون تجارة، وإنما هي سبب سعادة للبشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدورات بدون أي مقابل. هل يا فضيلة الشيخ اسماعيل في تجربة حصلت وجابت ثمارها يعني بالتعاون مع إحدى مؤسسات الدولة مثلا، حاجة في وزارة التربية والتعليم وجابت نتيجة؟ أذكر في الأزهر خمس مناطق أزهرية. نعم. بالتعاون مع شيوخ المناطق
في إعطاء دورات لمعلمي اللغة العربية والقرآن الكريم، وشفنا الثمرة يعني حتى من خلال هذه القناة. أذكر أن حضرتك استضفت إحدى القرى في صعيد مصر. نعم. كان جهل غير عادي، كان طفل صعب يقرأ الفاتحة حتى الكبار. كان في النهاردة كل أولاد القرى يختموا القرآن الكريم تلاوة ما شاء الله تبارك الله، ويمكن حتى احنا استضفناهم قبل واستضفناهم نعم. بعد نعم. أصبح أن الطفل يختم القرآن تلاوة لم يعد الطفل المعجزة وإنما أصبح طبيعي. ولكن افرض أنا بيشاهدني النهاردة حد حابب ينقل التجربة، كيف تكون البداية؟ الدورات إعداد من يقوم على تعليم الأطفال. النهاردة احنا بنفرح بتخرج أطفال 5 ابتدائي و6 ابتدائي معهم القرآن الكريم، ما شاء الله. إن هو يكون قوة. نعم. أيا كان هيكون إيه المستقبل لدراسته، لكن يفرق كتير أما يكون ابني ختم القرآن في سن مبكر. نعم. فالدعوة للتربية والتعليم والأزهر متجددة لأن يكون هذا منهج. ونشكر طبعا جهود القائمين على القرائية في وزارة التربية والتعليم، وهي جزء من هذه الطريقة. ويمكن البعد الأجمل إدخال أحكام التجويد. يعني احنا ما تعلمنا تجويد الا واحنا كبار. نعم. ونذكر كانت الكتاتيب زمان احفظ القران بدون احكام، وبعد ما اختم الشيخ يقول لي ما تيجي يا بطل اصلح لك كل اللي انت حفظته خطا ونعمل ختمه مجوده. فتم تصحيح هذا الامر. ليه ما يكونش اول استقبال الطفل من 3 سنين و4 سنين استقبال صحيح؟ يعني اللي انا فهمته من حضرتك كده فضيله الشيخ اسماعيل، واسمح لي واحنا بنتكلم وموجودين على الهوا، انه في نقطه قوه في 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 الطريقه، يمكن مش عايز اقول بتغيب عن التعليم الاساسي شويه او المعلمات والمعلمين في التعليم الاساسي ما بياخدوش بالهم منها، وهي انه بتبدا صح من باب يعني بتبدا صح مع الاولاد من الصغر، بس من باب انه كل دول العالم عندها اللغه الام هي اللغة الأساسية في التعليم في الصغر. بالزبط. ولا يجوز إدخال أي لغة غريبة غير اللغة الأم على الأقل في أول سنتين في المرحلة الأولى. وبالتالي اللغة الأم، إحنا لغتنا الأم اللغة العربية. نعم. اللي هي من خلالها لو الطفل تمكن من لغة الأم في سن مبكر يستطيع أنه يتجاوب مع أي علوم أخرى. وشفنا في بعض المدارس بعد ما بيدرس نور البيان بيدرس لغة واثنين وثلاثة واربعة ويتميز فيه، ولكن المفتاح كما هو أول أمر تشريعي اقرأ، انه يتعلم لغته. حتى احنا مشايخنا علمونا ان ما بعد اقرا فتوحات. نعم. اذا استطعت ان تيسر في امه النبي محمد اقرا، لا شك ان بعدها من الاوامر ستكون ايسر ان شاء الله. احنا يعني الحوار مع حضرتك جميل ورائع، ولكن عايز قبل ما الوقت يسرقنا بقى ايه اسمح للشيخ اسماعيل نسمع يعني ايه استفيد واستفيض من الجواهر اللي موجوده معايا. فضيله الشيخ محمود هنسمع مين هيقول لنا حاجه حلوه بقى؟ مين؟ روان محمد. اتفضلي يا روان، هتسمعيني ايه يا روان؟ سورة مريم. اتفضلي مريم، ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل لم تك شيئا. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك ويبارك فيك. وان شاء الله بقى انا عندي امل كده انه لما تعملوا بقى الختمه الثانيه بقى ونحسن التجويد بتاعنا ونحسن القراءه بقى، يعني دي ختمه حفظ جميله اهي، استضيفكم تاني بقى عشان برضو ايه
نملى قلوب الناس كلها فرح وسعادة. يكونوا معلمات ماشي؟ إن شاء الله. نملى قلوب الناس كلها فرح. احنا الحقيقة وقتنا قرب يخلص معنا 5 دقايق. فعايز لو في حد محتاج اسمع منه حاجة تقول لي قبل ما نجهز نفسنا ونفرح كده كلنا مع بعض تاني. نشيد يعني؟ شو ده؟ نشوف. آية. مين؟ آية بلش شو ده؟ عندك انشودة آية؟ يلا اديها الميكروفون بفضل. حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترطيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن. الله أكبر ما شاء الله. ربنا يجعلنا جميعا يا رب من حامل القرآن. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويديك الصحة. مين تاني عنده دعاء؟ دعاء فرحة. عندنا دعاء ده دعاء ختم القرآن؟ يعني لفرحة؟ بعد منه إن شاء الله. طب يلا بقى نسعد بدعاء ختم القرآن بقى. اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. آمين. وعلمنا منه ما جهلنا. آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار. آمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. آمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. ربنا يحفظك ويسمع منك يا رب الدعاء الجميل الطيب ده. بشكرك يا فرحة. ربنا يحفظك يا رب وبارك فيك. فضلت الشيخ محمود كبسولة كده سريعة لكل اللي بيسمعونا دلوقتي عشان نرغب الناس في ان هم يسيبوا الأولاد في حفل القرآن. يعني بفضل الله يعني هو شاهد عيان وشايفين الثمرة بفضل الله. ان يعني ادفع بابنك بسن مبكر يعني من سن الروضة بفضل الله. يعني بفضل الله الأولاد أول ما حصلت المحنة ديت كل الأولاد بلا استثناء حتى أولاد الأمور يعني زعلانين زعل يعني لا بعد والله. احنا بنضم صوتنا لصوتك وبنقول لهم إن شاء الله تسيبوا لنا اولادكم يكونوا موجودين في الفتره اللي جايه. بشكرك. بشكر فضيله الشيخ اسماعيل على وجودك معايا النهارده. ربنا يحفظك. بشكر عمر وبشكر بنات الفضليات على وجودكم معايا. ربنا يحفظكم. اعزائي المشاهدين برضو رساله اخيره واحنا على الهوا. خليك في بيتك، احمي اولادك واحمي نفسك. من فضلك، هي ظروف استثنائيه مالوش لزوم ابدا ابدا اولادنا يكونوا موجودين في اي اماكن فيها تجمعات حرصا عليهم وخوفا عليهم لغايه لما ربنا يرفع عننا هذا الوباء. تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية لكل القرارات الحكيمة اللي بتاخدها. تحية شكر وتقدير لكل أطباء مصر على الجهد الكبير اللي بيبذلوه. الحقيقة فرحنا معاكم النهاردة العيد فرحة، ظروف استثنائية، ولكن بنقول لكم عيدكم مبارك. وعد باللقاء غدا إن شاء الله. حتى نراكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.